كانت فيها ايه؟ نفكر الجماهير بيها. لا ده يعني ابرز حاجه كانت فيها. في حاجات ما تتقالش. في حاجات ما تتقالش. عايزين نطلع حاجه للجماهير. لا لا في حاجات تودي الناس في داهيه. لا طبعا بص طبعا يعني يعني انا تقريبا كابتن سيد بطل هو الوحيد الله يرحمه طبعا هو الوحيد اللي كلمني في موضوع انتقالي للنادي الاهلي. يعني انا ما شفتش اي حد من النادي الاهلي خالص ولا حد كان كلمني من النادي الاهلي غير كابتن سيد بطل. تمام. وكابتن سيد بطل كلمني قال لي تليفون خالد ازيك احنا عايزينك في النادي الاهلي. ما كانش في اي حاجه تانية؟ ما كانش في اي اخبار انت تروح النادي الاهلي؟ ما كانش في حد بيقول لك؟ لا طبعا الكلام كان يعني فيه كلام كتير في كل حته يعني. بس هي الفكره ان هو انت انا اسف يعني انت مستني الحلم ده مع ان انا يعني انا كنت الفتره دي في اسماعيليه انا كنت لسه اقول كنت يعني معشوق الجماهير الاسماعيليه كنت سنه يعني انا كمان اخر سنه بالذات كانت سنه جامده جدا دي حقيقه. بس طبعا برضه النادي الاهلي خلي بالك يعني يعني بص هو انا عشان ما تزعلش بس هو انا لعبت اسماعيلي ثلاث سنين حلوين جدا بس مشيت من نادي اسماعيلي معيش في جنيه. هفضل اقولها واقولها انا عشان اكمل لما اخد فلوس من النادي الاهلي قعدت رحت استلفت من اسلام الشاطر ب 5000 جنيه. اسلام حي اهو ما رجعتهمش لغايه دلوقتي على فكره ما رضيش ياخد ما رضيش ياخدهم بفوائد اسلام ما رضيش ياخد بعد ما مشيت من الاسماعيلي بعد ما مشيت من الاسماعيلي ما كانش معايا جنيه. انا قعدت السنه الاخيره بص بقى انا يعني انا كان عقدي في الاسماعيلي 15000 جنيه عشان بس الناس تبقى عارفه 15000 جنيه وخدتهم كلهم جبت بيهم عربيه لان ما كانش معايش حاجه فجبت عربيه فجيت اخر سنه كنت انا في في منتخب ده كلام جديد عليا انا شخصيا كمان كنت في كاس عام القارات مع كابتن جواري رجعت كانت الفتره بدات وكده كان مستر فيرا اللي هو مسك النادي الزمالك فتره فرجعت قال لي انت كنت فين؟ قلت له انا كنت فين؟ ده انا الوحيد اللي في الفرقه بتلعب منتخب مصر يعني بتسالني يعني انا الوحيد اللي بلعب منتخب مصر كنت في الفرقه الوحيد وجاي من البطوله فقال لي طيب ماشي معامله زفت مش انا بقول معامله وحشه قوي كان ليها سبب ايه ما اعرفش هو جه جهز الفرقه وما اعرفش مره واحده بيعملني وحش قوي و انا مش عايزك في الفرقه قلت له انا مش عايز اقعد يعني وبعد ما رحت النادي يعني سلمت نفسي النادي وخلاص بقى هتمرن ما معامله وحشه رحت ماشي يعني قعدت قلت له طب انا هاخد اجازه اريح ومش عارف ايه والدنيا مشت يعني كانت يعني ملخبطه بقى تمام وكانت الفتره الاخيره دي بتاعت اللي هي التجديد ليا بتاعت نسبيه قعدنا في اللخبطه دي لغايه ما جه الكابتن محسن صالح. الكابتن محسن طبعا ما جه قال لهم ما بيلعبش ليه انا عايزه يلعب ما كنتش بلعب بقى كان بيلعبني ديفندر لعبت في اماكن غريبه عليا. جه الكابتن محسن قعد معايا بقى انا عايزك تلعب وعايزك تبقى تفوق تاني لان انا كنت انا عامل سنتين قبلهم مع ناس معين لدرجه ان انا كنت انا الوحيد اللي في منتخب مصر بالظبط الفرقه. فالمهم لعبنا ولعبت مع كابتن محسن وعملنا فتره بقى ايه فوقنا كان فتره صحراء انا وتكا وبركات وعماد كنت فرقه جامده جدا كنا فرقه تقيله جدا وكان سعد عباقي وحمام ابراهيم وجالنا سيد معوض الفرقه اللي كسبت الاهلي ساعتها 4-2 4-3 4-3 مش بتاع 4-3 في الاسماعيليه كنا قبلها بقى ماشيين كويس وماتشات لغايه بقى ما دخلنا بقى في حته التجديد انا بقى فقت تاني مع كابتن محسن كابتن محسن هو بصراحه واحد من احسن مدربين انا اتعرفت معاهم في حياتي دي حقيقة. وشخصيه محترمه جميله جدا وعايز اقول لك حاجه احنا التمرين كله كان تقسيمات نص ملعب لا 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 مدرب حببنا تاني في الكوره وكان موسم بالنسبه لي على الرغم ان هو كان بادئ وحش قوي انما بقى موسم محترم عملنا بقى ابتدى اخش ماتشات وايه ومشاكل بقى يعني ايه كان كابتن محسن راح عازمني في بورسعيد كان عايز يضحك عليا يعني عشان عزمني بورسعيد قال لي بقول لك ايه انت لازم تلعب في نادي الاسماعيلي وده وقتك وان شاء الله هتروح النادي الاهلي النادي الاهلي كبير وهتجي لك فتره تروح النادي الاهلي بس مش التوقيت ده كان ساعتها بقى طبعا كابتن حسام حسن وكانت مقفوله المكان ده كان مقفول يعني تمام فقال لي لا مش هو وقته دلوقتي انت استنى شويه وهتروح النادي الاهلي يعني بس انت لازم تكمل ثلاث سنين تاني في النادي الاسماعيلي يعني هو كان موجود وعايز بالظبط وعايز يحافظ على الفرقه يعني بالظبط وانا كنت بحبه جدا على فكره وكنت ممكن اسمع كلامه بس بقى فاحداث بقى كتير جدا طويله يعني هو كان مقتنع ان انا ممكن يعني اما يعمل كده ان انا هقول بس انا كنت خلاص واخد يعني قرار لا خلاص بقى كان في تليفونات حصل كابتن سيد كلمني انت معانا قلت له انا معاك يا كابتن خلاص
وفعلا كان بالنسبه لك حلم يا كابتن خالد، حلم وحلم مشروع جدا. يعني انا وبعدين كابتن سيد لما كلمني قال لي بص يعني ما جينا نكلمك فلوس، فبيقول لي احنا كذا والفلوس عندنا كذا. قلت له كابتن ما تكلمنيش فلوس، انا جاي النادي الاهلي، فاهم ازاي؟ يعني بس فالمهم ايه، مضيت مع كابتن ثابت ومشيت، وكان خلاص فاضل لي مثلا شهرين والعقد يخلص يعني. وحصلت بقى المشاكل بقى تاني بقى، ونروح ونيجي، واخر مره فطبعا جم اداره الاسماعيلي بعتوا 3-4 كابتن بشير عبد الصمد ومش عارف مين، جم لغايه البيت في السويس عشان ياخدوني اروح امضي بقى مع في اداره الاسماعيلي. وانا ماشي ركبت معاهم العربيه، وانا ماشي في الطريق جالي تليفون قال لي الحق ارجع. لو رحت ماشي عامل يوتيرن فعلا على اول الطريق، انا كنت رايح اقعد يعني، انا خلاص انا ماضي مش همضي، بس قالوا لي لو رحت هناك هتمضي غصب عنك. فرحت عامل تدخل في دوامه، رحت عامل يوتيرن كده وراجع على السويس. حتى لغايه دلوقتي الناس اللي كانت موجوده معايا مش عارفه ايه اللي حصل، بس انا جالي تليفون ساعتها قال لي ارجع ما تروحش يعني. فرحت راجع تاني على ايه، على السويس، قلت لهم انا خلاص مش رايح تاني. ورجعت مع احترامنا الكبير طبعا لاسماعيل وجماهيره، ورجعت صنعت تاريخ كبير جدا في النادي. رجعت بقى النادي الاهلي يعني، بص عايز يعني عايز اروح رساله صغيره قبل ما امتنع. النادي الاهلي لو قال لك كلمه بتتنفذ حتى لو مين خلص الموضوع، دي حقيقه. يعني انا ساعتها لما يعني عايز برضو حته بس اللعيبه تبقى عارفاها، يعني انا جيت خدت فلوس من النادي الاهلي، وكان في كلام كابتن ثابت قال لي يا خالد والله الفلوس هتبقى كذا، لو حصل وما فيش فلوس اتدفعت في اسماعيليه انت ليك هتبقى كذا. ومشي كابتن ثابت وجه كابتن علاء ابصر، فكابتن علاء قال لي هو نفس الكلام نفس السيستم. كابتن علاء كان في امريكا وجاي مش عارف يعني مش عارف بالظبط التفاصيل اللي حصلت في العقود ايه. انا عايش طولت عليك بس هقول لك النقطه دي وخلاص. فكابتن علاء راح قال لي ايه الاخبار وبتاع، انا سامع ان انت كويس بس انا ما شفتكش. قلت له يا كابتن احنا في الملعب هتشوفني يعني. وانا جيت دخلت النادي الاهلي وانا كنت متجبس، رجلي كانت متجبسه، ودي قصه ثانيه برضه. تمام. فالمهم بعد ما لعبت فبقول لكابتن علاء انا كان في اتفاق كذا وكذا، اتفاق بيني وبين كابتن سيد. قال لي انا ما اعرفش حاجه عنه، انا هكلمك. رفع السماعه كلم الكابتن ثابت، كلم الكابتن ثابت، رجع كلم الكابتن ثابت النهار ثاني يوم الصبح داخل على لقيت حاجتك موجوده. قال لي خلص تمرين روح على الكابتن عماد النمر وخدت الاهلي. يعني الأهلي. ما قعدناش ده الاهلي تاني يوم ده الاهلي. وده السؤال اللي اساله للكابتن احمد برضو، انت